السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتي قناة أخبار مصر. الخبر النهاردة من شركة العاصمة الإدارية بعنوان توقف بيع الأراضي الاستثمارية لحين إشعار آخر. الخبر ده من شركة العاصمة الإدارية. قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أن الشركة قررت وقف بيع الأراضي الاستثمارية، موضحا أن الهدف من القرار هو التركيز خلال الفترة الحالية على إصدار رخص البناء ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها. وأضاف في تصريحات صحفية له أنه سيتم دراسة حالة الشركات الموجودة بالعاصمة الإدارية حسب معدلات تنفيذها للمشروعات المسندة إليها، لافتا إلى أن سيتم تقييم الشركات عن طريق دراسة قوية للملائمة الفنية والمالية لكل شركة على حدة. وأضاف عباس أن لائحة شركة العاصمة الإدارية تمتلك آليات تتيح دعم وتيسير الفرص أمام المستثمرين، موضحا أن 99% من الشركات العقارية العاملة بالعاصمة الإدارية لديها جدية قوية ورغبة في التوسع. وطالب رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة رؤساء غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات وشعبة الاستثمار العقاري بضرورة وضع خريطة بمبيعات الشركات العقارية العاملة بالسوق المصري. وأكد أن الهدف من الإحصائيات هو الاطلاع على حجم المبيعات بالسوق العقاري، لافتا إلى أن أغلب الشركات العقارية غير معلنة لحجم مبيعاتها، وهو أمر يضر بالسوق العقاري، موضحا أن الدولة تسعى إلى وضع ضوابط جديدة بهدف ضبط السوق العقاري، ولكن يقع على القطاع الخاص مسؤولية المساهمة في تحقيق متطلبات السوق جنبا إلى جنب مع الدولة. وده كان الفيديو. بالنسبة للفيديو اللي حضراتكم شايفينه ده آخر تطورات الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة. يعني باختصار يا جماعة، إن شركة العاصمة الإدارية الجديدة في التصريحات اللي أصدرتها إن الشركة قررت وقف بيع الأراضي الاستثمارية عشان هتركز على إصدار رخص البناء ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.